خادم الحرمين الشريفين يقر برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية الذي يهدف لرفع جودة أداء الموظف الحكومي وإنتاجيته في العمل. محصلة تداول المستثمرين الأجانب في السوق السعودية لشهر فبراير كان الصافي بيع بقيمة 430 مليون ريال. المؤسسة العامة للخطوط الحديدية والهيئة العامة للاستثمار في السعودية تخططان لإطلاق مشروع لتصنيع عربات القطارات. رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تؤكد عدم وجود خطة محددة بشأن وتيرة رفع معدل الفائدة الأمريكية.